فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأن نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما عنه الشتاء يدر خلم موهي، ما يجونا وزد من المريخ أو يجوا من أوروبا والآخره، كل منا وفينا. فإذا لما نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا، ونحن إذا أصلحنا أنفسنا إلى شكل رب عز وجل سينصرنا.